مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج بنت النيل. أهلا بكم في قناة الصحة والجمال. النهاردة هنستكمل موضوعنا عن حرمان المرأة من الميراث، وخصوصا المرأة الصعيدية. أول حلقة اتكلمنا، طبعا احنا عرضنا القضية وطرحناها. الحلقة الثانية خدنا رأي الدين إن هذا هيكون في حلول قانونية، ومعانا ضيفنا الأستاذ وائل الشيخ، المحامي بالنقد والإدارية العليا. أهلا بسيادتك يا أستاذ وائل. أهلا بحضرتك أستاذة المشاهدين. أهلا بسيادتك. إيه أهم التعديلات في قوانين الموروث الجديدة؟ والله يعني إذا اتكلمنا عن المواريث فدي قضية زي ما بيقولوا قضايا الشائكة. من حوالي 43 سنة 43 القانون كان 77، من يوميها لحد النهاردة بتكلم في عدة سنوات. الميراث فيها كان على ورق، ما وصلش مرحلة التنفيذ. لحد ما جه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احد منتديات الشباب، اشار الى ذلك حق المراه في الميراث. استنى ماده 49 سنه 2017 توافق عليها من برلمان، اضافه عقوبه لمن يمنع الميراث او يحجبه. بمعنى ايه يمنعه او يحجبه؟ احد الورثه اذا كان الاخ الاكبر ايا كان بيمنع شقيقته من الميراث، هنا في عقوبة وصلت للحبس والغرامة قد تصل لست شهور إذا منع الميراث الشرعي، ست شهور وغرامة قد تصل لمئة ألف جنيه. إذا حجب مثلا أحد الأشخاص مستندات تثبت الإرث، تمام، تصل العقوبة لثلاث شهور وتصل لعشرة آلاف جنيه غرامة. مجمل الكلام المادة اللي انضافت أو التعديل ليس راضيا للدرجة إن أحقق في شق يعني صعب جدا شائك جدا. تكلم في كيان أسرة وعائلة بالكامل، النهارده عشان البنت أو الزوجة أو الابنة اللي بقى لها كيان مستقل وزوج وأبناء إن تاخد ميراثها في الصعيد من عقارات او اراضي اللي هو لعرض عند الفلاح، صعب. ايوه صعب. يبقى ده الامور ده عند من ضربه من ضرب المحل زي ما بيقولوا، ودخلنا في قصه قد تخلق عداوات وتصل الى الجنايات، توصل موسى الى الطار. النهارده عشان بقى قد سلاح للمراه انها تحبس اخوها، فالامور بقت صعبه. الامور بقت صعبه. فلازم تبقى في امور في قانون، همشي في القانون، همشي في الاجراءات التقاضي، فاهمني، في تسليم الارث، وهيبقى متحدد بنصيب فعلا وراثه، في ضريبة عقاريه هجيب حصتي، هتقدر بقد ايه، ونقف هنا بقى. دي الحلول اللي لازم تنطرح. القاضي اللي يحكم بالحصه او يحكم بالارث او بالميراث، تمام، لكن نوصل لأرض الواقع صيغة تنفيذية وننزل عشان الاسم ولا المركز ولا الجهة تنفيذية مناط بها التنفيذ، عشان تطلع حكومة تفصل بين أخ وأخته، وعقوبة بالحبس ست شهور وثلاث شهور وغرامات، هنا وصلنا للسلاح للقتل. فإذا الأمور بقت صعبة. يعني الموضوع بقى أصعب. أصعب. يعني القانون بتاع القانون اللي رقم 77 لسنة 43، تمام، كان تعديله في مادة 49 كان أفضل. يعني دلوقتي طبعا تم مش تعديله. أفضل. لا مش أفضل، هو طبعا يعني كان هو ما قداش عظيم. كان قانون عادي، ما قداش توزيع الغرض منه، ما قداش الغرض منه، ما قداش الغرض، ما قداش الغرض. انت بتكلمي بذاتها في إحصائية من سنة 2008 وفق وزارة العدل، قد بيحصل سنويا قضايا قتل بسبب الميراث، بسبب الميراث. ايوه 8000 قضيه سنويا. سنويا وصلنا لحد 2020، فلك ان تتخيلي في 12 سنه تتعدى ال 180000 قضيه قتل بسبب الميراث. احصائيه طبعا وزاره العدل. تمام. عندك 144000 قضيه ميراث، بنتكلم في الصعيد. احصائيات تمت على الصعيد خصيصا في سوهاج وهنا. دول بقى ايه الصعايده بجد. 95% وخمسة من عشرة ده احصائية من النساء. ده احصائية، دي احصائية عاملاها كمان، في كمان احصائية عاملاها وزارة العدل. 95% وخمسة من عشرة من نساء محافظة سوهاج وجنة دول ما بياخدوش ميراث، لم يحصلوا على ميراثهم، دي حقيقة خالص بالكامل.
وفي بعض المدن في وجه البحري وفي الدلتا، اه مش ما هي الصعيد بس. اه هي هي القضية مشكلة، أصلا عامة، بس مشكلة المحافظتين دول بس هي يعني متمركز فيهم المشكلة. اه صعوبتها في سوهاج وقنا. بتكلمي دول قلب الصعيد بحق، انا اه بجل الصعايده جدا وبحترمهم كرجاله بجد. مشكلتهم بقى يعني في ان ايه، العقول والعادات الراسخه من سنين اه راسخة للأسف. أيوه بتتوارثها الاجيال، ما اقدرش اغير انا حتى لو اتعلمت، لو بقيت عمده مثقف ومعايا اه الماجستير ودكتوراه، في النهايه ما برضو صعيدش. أيوه دي المشكله، نفس دي المشكلة. أيوه المشكله. هي هي والدي نفس الفكرة كجدي ونفس نفس النظام. اه لا لا، انت النهارده بتتكلم في دي ميراث على فكرة عادات شرعي. التقاليد دي ورثناها أبا عن جد. اكيد اكيد، اه بس يعني تلاقي الجد حتى الجد الأم نفسها بترفض توريث بنتها، بترفض دي وعاوزة حقيقة، الميراث يفضل في البيت، ده حقيقة يعني، عشان يفضل زي ما لابنها. بيقولوا ايه، اه دي القوة، دي العزوة اه في العزوة، الأرض، الأرض ده هو في الأرض، العزوة. والأرض عند الصعايدة عرض اه يعني. فطر يعني الصعيدي اللي يفرط في إيراد أرض كأنه فرط في شرفه. دي صح، مشكلة، مش هيديها مش لأخته بقى، لجوز أخته وعيالها. دي وعيالها المشكلة. مش هيبص لان دي واخدها اخته، لا بس اه لا، بس جوز عايز أخته ياخد وعيالها، وعيال ويكاد اخته. يكون هو مش راضي عن الجواز من الأساس بقى. ما في حاجات فهمني لو تطرقنا ليها متفرعة. سيادتك احنا جات لنا مداخلات الفترة اللي فاتت دي تمام. بتعارض الكلام بتاعنا، وتقول لك لا الصعايدة بيدوا الميراث. لا انا بسبب الموضوع ده نزلت سوهاج مخصوص تمام، وعملت تقرير، والتقيت بناس، مش حقيقة الكلام ده. كتير، لا لا، التقيت بناس كلام كتير، جرايد. ولقيت في ناس كتير يعني اكتر ست، اكتر ناس مش راضيين يتكلموا الستات. يعني تقريبا انا اتقابلت مع ستات لا حصر لها في مناصب قياديه، وناس مثقفه وعلى درجه علميه دي ورافضين حقيقة، يتكلموا. دي حقيقة. لا احنا مش عاوزين فضايح، احنا مش عاوزين فضايح. وصلت في الصعيد ان نادر. الست، اه الست اللي اتفضل اعترضت سيادتك. بمراسها مستحل دمها تقتل. لا هو حاليا هي لا على فكره هي الموضوع كانت، هي بقى كانت فعلا زمان اه تقتل. اه ايوه مجرد تفكر في المطالبة دي خرجت عن النص. احنا معانا واحد في التقرير بيقول لك لو طالبت بميراث اه ليها مثلا عندي فدان فدانين اديها 5000 15000 حاجة اخترعوها اسمها مرضية، هنرضيها ب 10 15000 ولو ماتت ما بس، طلعش وراها الجبل، يعني مش هيطلع وراها ولا اخد الجبانه عزاها، بتاعت. ايوه ولا مش افعل خلاص عزا كده اخد عزاها. قطعت، قطع العلاقه دي. ما احنا بنقطع، معانا دلوقتي، بنقطع اتفضل سيادتك. ارحام، بنقطع اه ارحام. القصة مش كده، لازم يبقى في وقفة من اجهزة الدولة، مش هرمي الموضوع كله على القانون والقضاء. اه القاضي قاضي مستندات اوراق، بيحكم بما يملاه عليه ضميره وفقا للقانون وصحيح المستندات. مش القاضي مش هيجيب من عنده، تمام، لكن ارض الواقع لازم يكون في مخطط وتنظيم فعلي في تنفيذ هذه الاحكام، توصيل الحقوق لمستحقيها ايوه بانه مدى وبدون خطوره وبدون مشاكل، بدون تفتت اسري وعائلي. قصه هتبقى ابسط بكتير اه لو عائلات الدوله كتير دخلت في مشاكل اكيد بسبب الميراث اكيد ده. اكيد. احنا دلوقتي ممكن نعرض التقرير ونشوف اتفضل التقرير بعد اذن سيادتك. اتفضل. مساء الخير عليكم اعزائي مشاهدي برنامج بنت النيل. النهارده كاميرا بنت النيل نزلت صعيد مصر وبالتحديد محافظه سوهاج عشان نعرف في اراء الناس ايه في موضوع الميراث. النهارده بناخد راي الستات والرجاله، الاراء بتاعتهم المؤيده والمعارضه في موضوع الميراث، نعرف هل فعلا الميراث بيتاخد، البنت بتاخد الميراث ولا ما بتاخدش الميراث. استاذ عبد العزيز محمود، قريه العوميه، هندسه كمبيوتر. احنا ما سمعناش قبل كده خالص ان حد بيورث هنا، وحتى اللي بيورث ما بياخدش حق كامل. يعني في واحده ورثت هنا ورثت اساسا 200,000 جنيه بعد البيع وكده، اعطوها 30,000 جنيه للسبب مش عارف. وبعد ما تورث حتى اهلها بيرفعوهم، يعني صله الرحم بتتقطع رغم ان ده مذكور شرعا وماليش دعوه يعني ان انا اتنطق في صله الرحم نهائي. يعني انا اسمي محمد العارف احمد ادم، الجواب هنا اتكلم هنا، ما فيش حد بياخد حق خالص. ما بيسألوش أصلا، لو هو واحدة اتكلمت كده بتاع التقييد أمام الحاجة تفصيل كده، لكن الحاجة تعمل التقييد مذكور شهر. حد البنت ضايع في الصعيد، وحتى لما هتتجوز هياخدوا رداية من العريس. إيه يعني الرداية دي؟ فلوس مهر، يعني فلوس هياخدوها، يعني خدها ابو العروسه من العريس. ياخدها ابو العروسه من العريس. يعني بدل ما يديها مراسه بياخد ثمن ربايتها. لا ايوه هياخد، هياخده عشان خاطر برضه يجهز. محمد عبد الحميد احمد عبد الله شاهين طرخان، مدير مدرسه عام سابقا بالمعاد. سيد فرغ للسيد اسماعيل طرخان. جمال عيسى سعيد مدرس في حاسب آلي في مدرسة التجارة.
شكرا والدي. البنات بتورث ولا مش بتورث؟ والله البنات في القليل اللي عيورث، واللي عيورث حوالي 95% ما عيورثش، واللي عيورث هيطبق يعني حاجات بسيطة بالتراضي، يعني مثلا كان يا فدان يديها نص أو يديها ربع. يديها فلوس ولا يديها أرض؟ ممكن يديها فلوس. أو وإذا احتاج يديها أرض ياخدها منها بثمن برضه بسيط. يعني ما ياخدهاش زي الإيه اللي هو ماشي في الوقت هذا. ياخدها بجزء بسيط منها. بس أنا ما أشعر. مرضاية يعني. هترضي. يا أبدا أنت مثلا بنتي أنا. وليكي فدان عندي. معقول هنديكي فدان؟ نديك 10 15 ألف. هو المفروض معقول تاخذيهم تاخذيهم ما تاخذيهمش الله يعلمك تاخذي. والله هو صح كده هو. بيدوهم ام رضايا جزء ما يتقضاش 10% من الميراث وفلوس ما يدهاش ارض بيرضيها حوالي من 10% او 5% وممكن ما يدهاش خالص. طب حاليا البلد بدك ترفع قضايا بتسلمها الدوله الارض وتيجي لنا لو رفعت وثاني يوم ناخذها منها ثاني لو رفعت قضيه هيجي يسلموكي سلمك الحكومه سلمك درجيتي وبعد 5 دقائق انا اصعدك منها بعد ما الحكومه بعد ما مشيت الحكومه مش هنخليك ارض تاخذ ارض ام رضايا ان كلمتها تتكسر وروح تشيكي ثاني وتطلع دوره ثاني كذا ليه السبب ان الناس مش متوسط البنات في احنا التقاليد ده مجمع فيش بنت تاخذ ارض انت تاخذ ارض انا تديها لجوزك الغريب المفروض لا يا اخي مش غريب اصبح ليه ورث حتى لو ماتت هي ممكن هو يرفع قضيه ويكسب لان طبعا لحق الميراث وبعد كده البنات هترفع طبعا قضايا وهتاخد احكام مين من اللي يسلم الارض في حته مثلا بعيده خالص وفي ثاني يوم او ثالث يوم يستولى على الارض ثاني ويرجعوا اهل البنت ياخدوها ثاني ايوه منها يحرس بالقوه ويستولى عليها وطبعا ما وارفع قضيه ثانيه من جديد تاني وحكايه ارفع قضيه من جديد وتاخذ لها 3 4 5 سنين وبعد كده هو اخذها ثاني منك يا مالك تفلسي تروح ساكت مالك تسلمي بالعشرة تسكتي ايوه ما الحكومة مش هتديكي الحكومة هتديكي بس انا مش هتديكي الحكومة تسلمك دلقيتي بعد 10 دقائق انا نجيب المحرات ونحرتها وما تقدريش تحطي رجلك فيها تاني هتضطري ترفع قضية انت من جديد تاخذ لها 5 6 سنين تيجي تسلمك تاني برضه انا برضه انا برضه انا بعدك ثاني برضه انا بعدك ثاني احنا في الصعيد ميراث البنات مشكله كبيره يعني لان الانسان ما عرفش يتصل بربنا ولا عرفش يطبق شرع ربنا اللي هو فرضه لان البت زي الواد البت نص الراجل في الميراث على طول ليها حقيه والمفروض تورث بس احنا طبعا ناس متخلفه الصعيد واغلب الناس عارفه الحق بس هتسمد عليه وهتتغاضى عن حق البنت واللي عضتها مثلا رضتها مرضايا ممكن تديها ايه مبلغ بسيط ترضيها مرضايا يعني بالتراضي ويقول لك انا هروح او نيجي عليكي وكان احنا مع بعضينا يودي لها هدايا ايوه يقول لها انا هرضيك مرضايا يعني في العيد وبرضه هنقوم بالواجب ونزورك في العيد ونديكي برضه الواجب وفي المواسم برضه اللي هو هيحصل عندنا في الصعيد وبالنسبة للبيت اللي طالب بورصة وعايزة تستلم أرضها وتعمل مشاكل حتى اليوم العيد ما حدش هيعرف ما تبقى مكروه هتنقطع هتنقطع ما روحوش لا موسم ولا عيد ولا بص عليها ولا عيال حتى لو ماتت ما هروح وراها الجبل وما تاخدش بطوس وما تاخدش بطوس في هيام العارف أحمد مؤهل لكلية تجارة والله العظيم اللي بيحصل عندنا ما فيش مراس خالص البنات ما بطلبش بيه ولو طلبت بيه اهل هيقطعوها ازيد عن النايب كل موسم ما فيش اكتر من كده بس بدعاء عادي كفايه دعاء الاهل اللي بيجهزونا وربوا احنا رجعنا بعد التقرير طبعا وشفنا التقرير طبعا الصعاده دول لهم عادات وتقاليد دول عالم تاني الصعيد مهما يعني مهما تحصل فيه متهيألي ده مش هيتغير مستحدثات يعني التكنولوجيا وفيس ونت وكل شيء موجود في الصعيد وتعليم على مستوى
وبرضه مش راضي يتغير. يعني في حاجه كمان انا قلت سيادتك عليها قبل ما ندخل في الناحيه القانونيه، كان جات لنا مداخله المره اللي فاتت، واحد بيتصل بيقول نسيبي خد مني، اللي هو حماه، خد منه 7000 جنيه يعني على سبيل السلف. لما طالب بيهم ال 7000 قال له ده الحاج بيتي، وخد خد مرت الراجل لان هي بنته. فدلوقتي تلاحظ في كلام الست اللي جت في الاول بتقول لك ايه، لا البنات ما بتاخدش حاجه، حتى لما بتيجي تتجوز ابوها بياخد ثمن ربايتها. يعني في قرى فعلا ونجوع زي العادات والتقاليد بتختلف من مكان لمكان، واللهجات بتختلف من مكان لمكان. برضو الامور دي غريبه، حتى في الجواز لهم طقوس في منتهى الغرابه. طب يعني انا بسال سيادتك، عقوبه التهديد لو ست من دول بس حاولت تطالب بالميراث، ايه العقوبه؟ يعني طالب بالميراث وجالها تهديدات، ايه العقوبه للناس اللي بتهدد دي؟ ما العقوبه اللي دخلنا في القانون تطبيق القانون العقوبه عشان دي عقوبه التهديد. احنا عاوزين نشجع الستات تطالب بالميراث. احنا مش عاوزين يعني ما تسيبش حقها تاني، خلاص كده وعيه. حاله الياس، بس للاسف ده الواقع اللي احنا ملموس لدينا. القصه في التهديدات كانت عن طريق رسائل او مكالمات صوتيه او الفاظ، فلازم يبقى عندي حاجات ودلائل مثبوته. ما اقدرش اروح اقول فلان ده بيهددني بالكلام المرسل، هيجاب اقصى تعمل محضر عدم تعرض. فالقصه قصه مش عقوبه، مش هدخله جنايات عشان هو هددني بالميراث او اتنازل عن ميراثك او يمضيها او شبه ذلك. هو بيلجا لطرق اسهل من كده. اذا كان الاب في حاله زي ما بيقولوا في ايامه الاخيره او في مرضه المرض مزمن او ايا كان، خلاص الاب هيفارق الحياه، فبتعمل عقود بالاراضي بالكامل باسم الابن الكبير بيمضوا عليها الاب. اذا كان بقى واعي مش واعي ممكن يبصموه فمنه وهو في حاله الموت. تحصل. تمام. هي مجرد بصمه في الصعيد. معظم كل ما بيمضيش، ما فيش كل معظم امي لحد ما الناس الكبيره، فبصمه بتنهي الموضوع. هنخش بقى هنا في بطلان وفي عقود وفي قضاء الاف السنين. يعني هيكونوا صرفوا في القضايا اكتر من اللي عنده نفس اطول ليقدر بقى يجيب محامي متميز، محامي مشهور، محامي شاطر، هو هيقدر يدير المعركه. فبالنهايه احنا بنقطع ارحام، بنقطع صله بين الاخ واخته. مفيش، فين الوازع الديني؟ انت النهارده بتتكلم في ميراث، مش الحكومه اللي حطاه، مش دستور محطوط. انا بنظم القانون، يعني قواعد لوائح، بنظم العلاقات بين البشر مش اكتر من ذلك. لكن من جوه مين اللي بنظمها؟ المولى عز وجل. النهارده في الميراث والمواريث والايات القرانيه موجوده في القران، ده الدستور بتاعنا احنا مسلمين. بالبطاقه بجيب الاستماره النهارده بكام شيء وشويات واملاها واكتب مسلم وذكر وبقدمها تنطبع. بس كده انا بعمل بالايمان ده وبعمل بالاسلام ده؟ مفيش. لا ما فيش. لا ده هو اصلا هي دي القصه. القانون مش كل حاجه، القانون مش هيمشي ورايا، مش نقعد نحبس بعض. همسك مكالمه على اخويا واسجلها لي واروح لضابط غريب اقول له اخويا هددنا عشان هسيب الميراث، هاته وعلقه. القصه طب والتسجيل إيه؟ التسجيل يعترف بيه لما يسجل يقول اخويا هددني، يعترف بالتسجيل ده ولا ما يعرفش؟ لا طبعا لا يعتد بيه، لازم تصريح عشان يسجل. لازم تصريح للتسجيل طبعا. وكمان الخصومه مثبته قبل كده في محاضر رسميه، ما مش تهديد وخلاص. مش كلام مرسل، يكون في خصومه منعقده امام القضاء او محاضر او تحقيقات النيابه العامه ايا كان، في خطوات اجرائيه. تمام. فبالتالي عليه بطلع تصريح بالتسجيل الداعي. الامور تصل للقتل فعلا في الصعيد. فبالتالي يصرح بالتسجيلات عشان يعتد بها امام القضاء. ففي النهايه برضه دخلنا برضه في تقطيع ارحام. ما وصلناش ان الاخت او الزوجه او المراه ايا كان تاخد ميراثها، فاحنا عاوزين حلول وضعيه للكلام ده. طب بعد اذن سيادتك احنا معانا فاصل. احنا معانا فاصل وهنرجع لكم تاني باذن الله. اتفضل. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل لقائنا مع الاستاذ وائل. اهلا بسيادتك استاذ وائل. طبعا حضرتك شفت معانا في التقرير الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك ايه يعني الحكومه هتعمل ايه؟
طب ما البنت هتاخد ميراثها الحكومه، صدر حكم قضائي وجهه تنفيذيه التي اتنفذت، تيجي تسلم البنت وسلمت ومشيت، مش هتقعد تحرسها، مش هتقعد تحرسها طبعا. نرجع نحرس تاني بالارض، نرجع لمرجعنا تاني لنقطه الصفر تاني. اه يرجع يحرس الارض وياخد منها يعني برضه مفيش فيهم فايده، مفيش فايده يعني. دي الحاجات بتاعتهم هم دماغهم كده. البنت ما تاخدش ميراثها، تاخدش الطين بتاع ابونا بتاعنا ارضنا عشان تدي جوزها. دي معتقدات راسخه في العقول من زمن الزمن. الحكومه هتعمل ايه؟ هنرجع تاني نعمل قضيه تاني ونرفع استرداد ميراث وتغليظ العقوبه من 6 شهور لسنة. يعني العقوبه كده بتزيد، بتزيد اه، يعني لما يرجع يستولى على الميراث تاني العقوبه بتتضاعف، بتتضاعف. طب وبعدين كل مره كده؟ ما مش كل مره، ما استحاله بقى، هو خلاص هو محدش هيرضى يخلي اهله يعني ابوه يتحبس ويستحمل في المصاريف واتعاب المحاماه والقضاء والشهور والاجازات القضائيه. الموضوع طويل تمام. فبالتالي لازم يكون في رادع من الحكومه، من الدوله، رادع من القانون. اغلظ العقوبه تصل الحبس مده طويله، غرامه مش 100,000 و10,000، لا ارقام. هي القوانين دي مش رادعه بالنسبه لهم؟ لا مش رادعه. يعني دي قانون عقيمه يعني في نظر سيادتك؟ يعني نفسي اعرف يعني القانون ده والله عاجزه على الواقع. اه ان عشان اطلع قانون اشوف مداه وصدى وتنفيذه على ارض الواقع. بعد اذن سيادتك معانا اتصال الدكتوره سحر وهبي، مقرر المجلس القومي للمراه. طبعا مقرر المجلس القومي للمراه بسوهاج. اهلا اهلا بسيادتك يا دكتوره. المقر المعقل. اهلا. اه اهلا وسهلا دكتور. دي مركز المعمعه طبعا. اكيد. اه سوهاج. سوهاج وانا. اهلا وسهلا دكتوره. الو الو. يا اهلا. اهلا وسهلا بسيادتك يا دكتوره. اهلا وسهلا. اتفضلي معانا يا دكتوره. انا الحقيقه تابعت البرنامج وشفت الحوار اللي حضرتك قبل كده، يعني هو فعلا كل الاراء اللي حضرتك جمعتها سواء اراء الرجال او الستات احنا كنا بنشوفها في الواقع لما بننزل من كمجلس قومي للمراه من خلال حملات طرف الابواب، بننزل القرى وبنوعي. والحقيقه قضيه الميراث هي من اكثر القضايا اللي يعني امتناع توليد الاناث في اسرائيل، من اكثر القضايا اللي بتشوفها في مكتب فتاوي المراه التابع للمجلس القومي للمراه. يعني اغلب السيدات بتيجي تشتكي فعلا من عدم اخذهم في الميراث. طبعا احنا بنحاول نوعيهم ان القانون غلظ العقوبه، والعقوبه تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات حبس لكل من يمتنع عن تزويج الانثى ميراثها، لان الميراث ده طبعا شرع ربنا. يعني استغرب قوي من لما يعني الساده الرجال اللي حضرتك كلمتي معاهم في القريه بيقولوا لا احنا الصعيد هنا، لا طبعا شرع ربنا يمشي على الصعيد وعلى بحر وعلى كل ام لا اله الا الله، يعني شرع ربنا. وفي ايات قرانيه، وده احنا دوله اسلاميه تتبع الشريعه الاسلاميه. نقول صعيد يمتنع، ده امر الهي يجب تنفيذه، يعني مش حاجه انت بتدي من عندك. بس الحقيقه يعني من كثر الخيبات اللي اصابت بها المراه السعوديه وخوفها من صله الرحم بينها وبين زوجها، لما تيجي تشجعها المطالبه بحقها وتقول لها ان القانون يعاقب من لن يسلمك سواء كان يعني اخوكي او عمك او خالك. فالحقيقه دايما الست السعوديه من تجربتها بتبقى خايفه على صله الرحم، فبتقول والله اصل هو بيوديني في المواسم، بيدخل عليا في الجيب، بيزورني، يعني بيوجب معايا. لا، صله الرحم شيء والحصول على هذا شيء اخر، لان هو كده لو يعني لو ربط ده هو بيعمل ذنبين، ذنب امتناعه عن توريثها وذنب فيه ان هو يكون سبب في قطع صله رحم اخته. ويقول لك واحد كتير غريب، ده يعني الغريب ده هي اختك، وبعدين دول اولاد اختك، قد تكون في اشد الاحتياج لهذا الميراث. اه الوالد سؤال من اغلى المحافظات في ثمن الاراضي، يعني ايوه حساس جدا في انه ما تديش مراسعه، وحكايه ان انا ارضيها بقرشين دي حرام. هل القرشين دول لا يجوا 1% من ثمن الارض او حقها الشرع، ربنا شرعه لها من فوق 7 سنوات. فاحنا كمان فرع مجلس قومي للمراه
من خلال حملات طرد الأبواب بنحاول واحنا بننزل في القرى نوعي السيدات. ايضا من خلال مكتب شكاوي المراه لدينا مجموعه من المحامين المتطوعين، لما بتجي لنا سيده وتشتكي الحقيقه ان احنا بندفع لها قضايا ما بندفعش فيها حاجه خالص. وبعدين القانون نفسه حضرتك رؤوف وعارف المحافظه على صله الرحم، القانون بيقول ايه؟ في اي مرحله من مراحل التقاضي لو الاخ ده تراجع عن ظلمه لاخته وقال هديها للمراه، طبعا حضرتك عارفه معانا الاستاذ المحامي مراحل بالظبط التقاضي بتبدا من اول ان انا اروح اقدم شكوى فيه باسم الشرطه، بعدين يتحول للنيابه وبعدين المحكمه. بالظبط في اي مرحله من هذه المراحل لو جات السيده قالت خلاص انا اتصالحت مع اخويا او اخويا اعطاني الحق، بتعتبر القضيه كان لم تكن حفاظا على الصله بتنتهي. بتنتهي بالظبط. انا هنا مش معنى ان انا اطالب بحق ان انا بقطع صله الرحم، لا، القانون او المشرع كان واعي تماما لهذه الجزئيه الحقيقه يعني. لما بس احنا يعني مش بنهدد، لما بيحس ان في يعني عقاب رادع ان هو في حبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، يعني انا مش عايزه الاخ اللي سمعته في التحقيق اللي حضرتك عملتيه بيقول لك احنا قدام الحكومه بنديها حقها. ايوه ايوه فعلا ده بيحصل. دي الحقيقه يا دكتوره. وحضرتك مستشفى وعارفه الكلام ده يا دكتوره. الحقيقه ده الواقع. ايوه. طب لا انا هقول لحضرتك، انا واحده انا كفاعليه قبل ما اكون مقرر مجلس قومي المراه وكذا جمعيه، انا بعد وفاه والدي قعد 2 سنين اخواتي مش بيسالوا فينا ولا بيدونا ارضنا ولا اي حاجه، واحنا 3 بنات، فابتديت اصحابها في الاول كلمتهم بالحسنى قلت لهم احنا لينا ميراث عندكم لو سمحتوا، احنا عارفين طب ما احنا ما قصرناش معاكم، احنا هي عباره عن جنينه يعني مدفوعه فوات بنجيب لكم هدايا. لا العكس هدايا يعني طلبت من اخواتي مره واثنين، لجأت للعمده، لجأت لكبار اهل البلد من القرايب وكده، لما لقيت الموضوع فابتديت اهدد قلت لا في قانون وانا هروح اعمل محضر، قالوا انت اعملي محضر في اخواتك، قلت لهم اه اذا كان هذا الاخ يعني ظالم ليا انا هعمل محضر ليه. الحقيقه يعني كبارات البلد اتجمعوا كده والعمده وبتاع، وبعدين عطوني حقي وحق اخواتي البنات، فاصبح النهارده انا بقيت زي ايقونه في البلد، فكل واحده عايزه تاخد حقها دلوقتي تتصل بيا تقول لي تعالي الحقيني انا هاتيلي حق من اخواتي، يعني ان كان ولاد عمي ولا ولاد خال او كذا. فاحنا يعني احنا عايزين الناس المتعلمه والواعيه تبقى يعني قدوه، انا اطالب واخد حقي ما غريش حاجه، اقول عايز والله يحافظ، انا هحافظ على صله الرحم بيني وبين اخواتي مش هقطعهم، هو هيقطع يبقى حسابه عند ربنا، هو مفيش قانون للاسف بيعاقب قاطع صله الرحم، لكن ربنا اكبر من كل اللي بيقطع صله الرحم ده طبعا يعني له عقاب شديد جدا عند ربنا ما حدش يقدر يستحمله. فانا بقول ان احنا ما نفرطش، يعني القانون اعطانا هذا الحق، هناك اليات كثيره جدا زي مكتب شكاوي المراه بمجلس القومي، اي سيده بتعاني من عدم حصولها على هذا الحق تتصل بينا او تجي لنا مكتب مفتوح من يوم الاحد ليوم الخميس، بنقوم محامين ببلاش يعني حتى لو معاش المقدره على المحاكم والمحامين احنا بنتوكل دفع كل المصاريف دي لغايه ما بنجيب لها حقها. حضرتك نموذج يبقى عندها نوع من الوعي وتتمثل بحقها. لو حضرتك نموذج مشرف يا دكتوره سحر للمراه السعوديه، طبعا المراه السعوديه دلوقتي في مناصب قياديه ما شاء الله، يعني بتطالب بحاجه، وانا بشكر الدكتوره سحر طبعا على المداخله الجميله دي. أكيد. وشكرا يا دكتوره سحر، الف شكر. نرجع لضيفنا. اهلا استاذ بقى. اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك شفت الراجل بيقول لك بحرد بالمحرات ده والعقوبات، وطبعا الدكتوره زودت طبعا في المعلومه، يعني ادتنا فكره عن الصعيد واللي بيحصل فيه فعلا. ملموس واقع ملموس كلنا يعني نسينه. بس الدكتوره سحر يعني اللي عملت ده صعب ان الست في الصعيد تعمله، يعني هي متهيألي انت لو فكرت لو تحليلا لكلام الدكتوره سحر فاهماني ما لجأتش للقضاء، تمام، مجرد لو واحد بيه من بعيد هو ده اللي بيحصل على فكره. ده المفروض ان انا ايه يعني ايه بقترحه، تمام، مفيش ست بتتجر توصل طبعًا لحد توصل لحد لجسم الشرطه الا بعد خلاص يعني الامور انتهت خلاص يعني وانتهت وهنخش افتداءات خطيره، تمام. فده اقتراحي او مبادره مني. كبرات البلد، اعضاء مجلس الشعب، انت بتتكلمي في عرف وتقاليد، في ناس كبيره، ناس فاهمه، ناس مدركه يعني ايه حقوق وشرع ربنا، تمام. ف
فدي حقوق لازم في توعيه. تمام. العمده له دور كبير جدا، ولاجهزه الدوله ان هو ملامس للعائلات، العمده بتاعهم من اهل البلد، عارف ده مين وده مين وده مين، كل عقل يعرف يخاطبه غير القاضي. القصه مش هتيجي بالسيف، صعب. تقلص الدور العمد دلوقتي مع وجود الشرطه والقوانين. لا، هو دوره مهم جدا، والعمده متواجد هو موجود وليه دور وموجود. لا موجود، لا هو دوره تقلص تماما. تمام. ان النهارده العمده العمده النهارده بالتعيين وبتاعه، وفي عمد بسم الله ما شاء الله مؤهلات وحاجات كده. لا، العمد بتاع زمان اللي كانت ليها الكلمه، لو معلش يعني لو خرج من الدوار بتاعه زي زمان كده محدش راجل يقدر يعدي من الشارع. ما بيقدرش فعلا. النهارده الموضوع اختلف تماما. فاحنا بنتكلم في القانون بقى، بنتكلم في دستور وماده 11 وماده 55 من الدستور. اتفضلي. بعد اذن سيادتك معانا مداخله عبيد من السعوديه. اهلا وسهلا بسيادتك. الو، السلام عليكم. عبيد، اهلا وسهلا بسيادتك. الو، الله يسلمك. اتفضل سيادتك. انا ليا شقه في الصعيد وراس ورث عن ابوي واخوات ابوي، شقه اخذها اخويا ومتملك عليها، والقضاء لغايه الان ما فتح فيها 3 سنوات، والمحاميه واخده مني 15000 جنيه. يعني اللي هياخدهم ميراث هيصرفهم على المحامين. انت كل زعلك يعني اتعامل المحاميه. ايوه، طب ما فعلا ايه ده؟ اللي هياخدهم ميراث يحطهم في المحاميين. دي حقيقه. والله. اتفضل سيادتك. والقضاء لغايه الان ما ابدا فيها. دي مشكلة، دي نقطة خطيرة جدا. ورث ايه لو سمحت؟ بعد اذن سيادتك. انا من جنة، مركز قوس المقربية. مركز قوس من جنة. طب المقربية. الميراث وضح لنا أكتر عشان الأستاذ. المقربية. وضح لنا أكتر السؤال عشان الأستاذ يعرف يعني يقدر يرد على حضرتك. عبيد أبو الحسن من مركز قوس. أهلا وسهلا. المشكلة إيه؟ إحنا عاوزين نعرف المشكلة، إحنا عاوزين نعرف المشكلة عشان نعرض الحل على سيادتك. المشكلة معايا شقة ورثي أخويا كسرها وبعت فيها. وعرضت المحكمة لغاية الآن 3 سنوات، المحكمة ما جابتش شيء. طب هي الشقة قاعد أخوك فيها ولا يعني شركة مع بعضكم دي وارثينها؟ على المشاريع بالوراثة. كل وقت شقة شقة. يعني دي ميراث من الأب. كسرها أخويا وبعت فيها. وهو قاعد فيها وأنتوا عاوزين تاخدوا نصيبكم منها. طب يرد عليك كل واحد بيشقة شقة، كل واحد بيشقة شقة، كل واحد بيشقة، يعني مش هي شقة بيت يعني. بيت في القاهرة هو كسرها في الصعيد. يعني بيت وكل واحد شقة وواحد بس هو اللي حاطط قاعد فيها، والمحكمة لغاية الآن 4 سنوات مش قادرين تاخدوا نصيبكم من من البيت ده. مش عارف آخد شقتي، شقتي ملكي. شقتك ملكك مش عارف تاخدها. ملكك بعقود الاب ولا ملكك ميراث ولا ايه نوع الملكيه دلوقتي؟ هل انتقال الملكيه كوارث ولا في عقود؟ وارث. ايوه، من ابويا. وارث من والدك. من ابوه. تمام. تمام. اتفضل سيادتك. دي مشكله فعلا مطروحه وبتاخد فتره كبيره وتاخد سنين. دي حقيقه في القضاء، بس ما اقدرش اعيب على القضاء واقدر الومه ان كم القضاء رهيب. ده نرجع مرجوعنا تاني ونقول برضو القصه مش قصه ضغط على القضاء. النهارده الزوج والزوجه او ما ينفصلوا بتبقى في 7 8 9 10 قضايا مطروحه في القضاء. عدي بقى، القاضي بشر وفي اجراءات المحامين بتقدر تطلع الثغرات اللي تول بيها وتلعب بيها. حاله زي حالتنا دلوقتي ديت، فاهمني؟ دي الورثه، اب توفى ليه ورثه، بيت، عقارات، اراضي، ايا كان، ما عاوز اعمل اعلان ورثه، هطلع ان فلان وفلان ورثه. أيوة. مش هطلع انصبه. تمام. عشان ابقى اعمل بقى دعوه اسمه وفرز وتجنيب. قصص ثانيه في القضاء لها ضوابط ولها اوراق ولها عقودها، وعقود مسجله وحجيه ارض وجمعيه زراعيه وضرايب عقاريه وتحريات مباحث. فيلم كبير عشان يعني اقدر احدد. هتاخد وقت. هتاخد وقت. هو بيقول ان اخويا كسر الشقه وقعد. طب هو اقول لك ليا شقه في البيت ومش قادر ادخل ناخد شقه. مش قادر يدخل. ما هو مش قادر ياخد الشقه بتاعته. ما هو دلوقتي ما هو عشان ما تحددش بقت الحصه هنا على المشاع. مين ليه مين مالهوش؟ القضاء بقى عشان تحدد ده
قصة كبيرة. من حق وريث واحد يعمل إعلام وراثة بعيد عن بقية الورثة؟ هو بيقدم أحد الورثة بيقدم الطلب. يقدم الطلب. بيقدم الطلب بس يوم الجلسة تمام، وبيذكر في الطلب إن الورثة فلان وفلان وفلان، ويقدم صور البطايق. كل الورثة بتيجي يوم الجلسة بتاعت إعلام الوراثة ومعاهم اثنين شهود، بيقرر إن فلان وفلان وفلان دولة الورثة. هم دول الورثة. يعني فبيطلع الآن الوراثة. لو حجب أحد الورثة يبقى نزور محرر رسمي. تمام؟ هنا وقعنا في تزوير. بعد إذن سيادتك، هو الميراث يسقط لو تعدى عليه 30 سنة؟ لا لا يسقط الميراث. لا يسقط الميراث، لا يسقط بالتقادم؟ لا لا يسقط بالتقادم. مهما جدا طبعا مش هيورث. طبعا حتى لو وديتي لها ورث وما خليتوش وماتت، عيالها يطالبوا بيه حقهم. يطالبوا بيه. يطالبوا بيه. يعني لا يسقط يمكن يطلع لها ابن ظابط ولا ايا كان رتبة يعرف يجيب حق والدته يعني. يجيب حق الأم. أكيد طبعا. أيوه. أكيد طبعا لا يسقط طبعا. ده على فكرة ده سؤال سألتهوني واحدة ست أثناء التقرير. لما نزلت سوهاج بتقول لي امي مش قادره تاخد ميراث. بعد اذن سيادتك في مداخله. اتفضل. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا حضرتك. لو الوالد كان الاب بالضبط. يا ريت توضح صوتك. عالي الصوت. الصوت مش واضح. يا ريت حضرتك توقف في مكان في شبكه عشان نسمع الصوت. حضرتك كتب جزء من الورثه لاحد الورثه. لو كتب جزء من لو الاب كتب جزء لاحد الورثه من الترك لاحد الورثه. ايه الحل فيه يعني؟ يعني الحل باقي الاخوات يعني عاوزين ياخدوا يقسموه بالشرع وهو كاتب جزء ولا ايه؟ احنا مش فاهمين السؤال بالظبط. ممكن بعد اذن سيادتك توضح السؤال بس عشان المحامي. السؤال مش واضح. يا ريت سيادتك توقف في مكان في شبكه عشان نعرف نسمع السؤال كويس. لو الوالد كاتب ان الشركه لاحد الورثه. لو كاتب بيع وشراء لاحد الورثه. لو كاتب بيع وشراء لاحد الورثه. تمام. ايه الحل؟ بعد اذن سيادتك. شكرا شكرا للمداخله الجميله. كاتب له الملك كله ولا جزء ميراثه هو ولا ايه بالظبط؟ بس السؤال مش واضح. هو بيقول لك كاتب ليه بيع وشراء جزء من الميراث. كاتب له بيع وشراء. بيع وشراء يبقى كده الجزء ده خرج من الميراث. خرج من الميراث طبعا. بيتكلم في عقود بيع وشراء. تمام. مش وصيه. ده مش وصيه. الوصيه لا وصيه لوارث. لا وصيه لوارث. تمام. يعني اكتب له وصيه لا وصيه طبعا هيرث. فاهمني؟ الوصيه بدات تتقنن للثلث. فاهمني؟ الوصيه للثلث. فهي كقاعده فقهيه لا وصيه الوارث لا يرث، لا وصيه الوارث. واذا كان في وصيه فاهمني يبقى في حدود الثلث والباقي يتوزع بما فيهم برضو الوارث. تمام. لكن البيع والشراء الاب لو اخص احد الورثه بعقود بيع وشراء دي هتخرج من الميراث تماما ونبدا نوزع الباقي. هو من حق اليتيم يرث؟ لان ده سؤال برضو انا اتفاجئت. يعني ايه اليتيم؟ اليتيم اللي هو ابوه والده توفى في حياه جده. في حياه جده طبعا يرث بوصيه واجبه. دي وصيه واجبه يرث ياخد حق والده بالكامل. طب بعد اذن سيادتك معانا مداخله. اتفضلي. ماهر من الشرقيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا بيحدث لحضرتك. حضرتك يعني ايه حضرتك ما جبتش حد معاك في من علماء الازهر؟ لا على فكره مين اللي قال كده؟ احنا الحلقه اللي فاتت كان معانا شيخ وخدنا راي الدين في الموضوع ده. لا احنا النهارده بنعرض الحلول القانونيه. احنا في اولى الحلقات عرضنا احنا في اولى الحلقات عرضنا الموضوع وطرحناه. الحلقه الثانيه خدنا راي الدين. البرنامج فيه شكر. الحلقه الثالثه مفيد جدا. البرنامج جميل ومفيد جدا. اشكر سيادتك. وراي الدين فيه اقوى من القانون كمان. دي حقيقه. متشكره خالص. الف شكر لسيادتك. الف شكر. طبعا القوانين المصريه كلها مستمده من الفقه والتشريع طبعًا الاسلامي والتشريع طبعًا يعني ما فيش قانون صدر. ايوه انت بتتكلمي في مواريث وقوانين الهيه. حصل فيها تعديلات او ضوابط بحط قواعد عشان انظم العلاقه ما بين البشر. لكن في النهايه هو قانون بتاع ربنا، هو نازل ومظبوط في القران والدستور. ده هو دستور، مش الدستور بتاعنا الماده 11 والماده 55 وتنظيم العلاقه بين الرجل والست والزوج والزوجه والمراه وحقوقها وحقوقها الاقتصاديه واجتماعيه. لا في النهايه قوانين عقيمه.
طب بعد اذن سيادتك، اتفضلي. هو ميراث الام، يعني الام لو توفت ميراثها يختلف عن ميراث الاب، يعني الاب لو توفى يتقسم، يعني القسمه هتكون ازاي؟ التنين زي بعض ولا يختلف ميراث الام في التوزيع عن ميراث الاب في التوزيع؟ طبعا بيختلف ميراث الام عن ميراث الاب ووجود الابناء ذكور واناث. في وجود الابناء طبعا. ممكن سيادتك تشرح لنا بس الجزئيه دي؟ الزوجه للزوج لو توفى وليه زوجته وليه ابناء. تمام. الذكر مثل حظ الانثيين. ايوه تمام. الزوجه هنا تبقى ليها الثمن. تمام. في وفاه الزوج. لكن الزوج لو توفى في وفاه زوجته وابناء برضه لبناته الصبيان بيبقى للربع. حقه في الزوج. لان في سؤال انا تعرضت له صراحه في التقرير لما نزلت سوهاج. في واحده ست هي توفت. فالسؤال بتاع بنتها هتقول لما جينا نقسم الميراث، فطبعا ليها في اخواتها برضو، يعني في اخواتها ناس اتوفت كانت لسه الام موجوده وهما بيقسموا ميراث ام، لقوا التقسيمه القسمه في ميراث الام اختلفت بكتير خالص غير طبعا قسمه ميراث الاب. دي قواعد الهيه متحدده في القران. محدش بيتدخل فيها، محدش بيتدخل، والقانون بيطبق القواعد دي، قوانين المواريث موجود. يعني اليتيم طب بعد اذن سيادتك اتفضل معنا مداخله. ايه من القليوبيه، اهلا يا ايه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك. حابه اسال الاستاذ المحامي عن حاجه. اتفضل. انا جدتي كتبت لنا نصيبها قبل ما تتوفى انا واختي، وابنها عامل مشاكل بسبب كده. هي ما كانتش عايشه الا معانا احنا، بس احنا ما قلنا لهاش اكتب لنا حاجه، هي اللي كتبته منها لنفسها. انا بس حابه افهم يعني ايه الاجراءات ان احنا بس نتخذها ان احنا نعرف نجيب حقنا، لان البيت مش راضي يتباع بسبب العقبه دي. هي كاتبه لكم تنازل ولا كاتبه لكم بيع وشراء؟ ايه نوع العقبه؟ لا هي كاتبته لنا بيع وشراء مش تنازل. كاتبه لكم بيع لسه هيبدا. اهلا وسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل. اتفضل استاذ وائل رد على السؤال. السؤال المطروح من الاستاذه بنتكلم في مال شائع، ميراث مش من الام ده، من الجده نصيبها. تمام. لابناء بنتها. تمام. هل النصيب ده قد ايه؟ ما نقدرش نقف عليه، يعني كانش هنتكلم في بيع وشراء، عاوزه تبيع حقها في المال الشائع، ما اقدرش اتصرف فيه خلال الا في يكون امتلك الثلاث ارباع، يعني 75% من المال الشائع. ما اقدرش بقى ما ارجعش للورثه، بقى باقي الورثه حقهم يتحط في المحكمه. تمام. او اختلهم بيه او اعمل لهم بيه ايداع. فعشان اتكلم النهارده في ثلاث ارباع المال الشائع صعب، هتلاقي الميراث الثمن الربع السدس النص فرضا، فبالتالي هترجع للمحكمه والقضاء والفرز والتجنيب والبطلان ودعوى القسمه، فالقصه هتطول. بس هي جدتهم باعوه لهم، كاتبه لهم بيع وشراء. تمام تمام. بيع وشراء ده نصيبها، نصيبها ايه؟ ما هو جوه مال شائع. مال شائع طبعا. ما ده ميراث بتاعها هي. كانت بقول لهم هو انتقل من الجده للابناء. فبالتالي بقى هم الورثه في البيت. عشان طلع جزء بتاعهم بقى شقه او اوضه في شقه، الله اعلم مساحه قد ايه. الحاجه دي يعني هتدخل لسه في قضايا وفي مشاكل طبعا. وهتدخل طبعا. مستندات والاوراق واعلان الوراثه، فاهماني؟ بتاع جدتهم عشان كانت لهم العقد بيع والشراء، ونخش بقى في دعوه فرز تجنيب ومستندات وملكيه، وهل العقار مسجل او البيت مسجل مش مسجل، هنخش في القضاء وده هطول. يعني لسه قدامها هي اكتر. على فكره قضايا المواريث دي بتطول جدا في المحاكم، بتطول وغيرها بيطول، مش المواريث بس. بس انا شايفه ان القضايا المواريث دي اكتر من اكتر القضايا الموجوده اصلا في القضاء في المحاكم المصريه. ده حقيقه النهارده صعب قوي، عشان في عيله او في اسره بيتم اتفاق وده ياخد جزء وده ياخد التراضي، صعب ان ده عاوز بس ان الحته دي مثلا او الايراده على البحر، الايراده دخل مباني، الايراده ب 100، الايراده بمليون، فين الطمع؟ بيخش مش في خبير متمن؟ لا يقدر يتمن الجزء ده والجزء ده ويبدا يقسم بناء على على التكميل بتاع الخبير بقى ده اللي هو في القضاء. في خبير متمن بيطلع في القضايا بتاعت المواريث دي ولا؟ تمام. في خبير متمن. في خبير بيقدر يقدر الجزء ده بكام والجزء ده بس في القضاء ده طلب وحكم محكمة. طلب من طلب طبعا من احد الاطراف، يعني المواطن يدخل بطاقه يقدم طلب الخبير وتحول القضيه للخبير، والخبير ينزل يعاين ويشوف والبيت بكام والارض بكام ويعمل تقرير للقاضي. تمام. الخبير ده يكون بعد خلاص القضيه ما اتحكم فيها ولا اثناء القضيه؟ لا اثناء المداوله. اثناء المداوله طبعا طبعا. على فكره انا شخصيا
انا عن نفسي استفدت من حضرتك يعني، الله يخليك. وانا بشكر سيادتك خالص صراحه على يعني المقابله الجميله دي، وكان لقاء جميل صراحه، واستفدت. بنتمنى يكون في حلقات اقوى واوسع، ونطرح حلول، وتبقى حلول فعاله، مش كلام بس على ورق او كلام على حبر، ونحمل كل حاجه للقضاء والعقوبه، لا مش هي كل حاجه. نرجع مرجعنا والنهايه ان فعلا مشكله وازع ديني، تربيه، بيئه، حقوق، هتحاسب على ما تخش القبر. لو في شيء سيادتك عاوز تقوله على كده في نهايه الحلقه بتاعتنا، والله العظيم والله يعني دي حقيقه، المواريث عشان تتدخل فيها النهارده انت منك لربنا تتعاقب عليها. انا بشكر سيادتك وبطالب كل المعني من يكون المسؤولين المعنيين بتعديل القوانين الموريثيه، يا ريت يكون العقوبات رادعه واكثر من كده بكثير، عشان كل ست وكل واحد اصلا متضرر بموضوع الميراث ياخد ميراثه. والف شكر لسيادتك، الف شكر لسيادتك، شكرا لحضرتك. انا اسعد.